مشاهدينا الافاضل متابعينا الاعزاء ايضا بهذه اللحظات هنالك الاستعدادات لانطلاقه اشواط المحترفين في ختام هذه البطوله بطوله السلق السباق الختامي ايضا لعام 2020 مشاهدينا الاعزاء شوط الذكور المحترفين حيث المسافة أيضا هي مشاهدي الكرام متابعين الأعزاء 2500 متر وأرى هنالك الراية التي سوف تعلن بنزولها لانطلاقة هذا الشوط مع هذه الأسماء مع هذه التحديات مشاهدي الأعزاء متابعين الكرام أيضا الأسماء مع المحترفين هنالك زعفران ولهب ودبل ووتر ووضحة وبراق وبرق واتجاه والكوس ونيران ومبدع الله بالفعل أسماء قوية أسماء قوية وأعلنت هذه الانطلاقة أيضا بمسافة 2500 متر للمحترفين الذكور للمحترفين الذكور أتابع هنالك البداية من يحمل الرقم 50 من يحمل الرقم 50 ولكن الله دبل ووتر ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك مغير بهذه اللحظات مباشرة إلى البداية مباشرة إلى المقدمة يبحث عن اللقب يبحث عن الفوز هنالك ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك يا بن دلموك ومع دبل ووتر مع دبل ووتر المركز الثاني من يحمل رقم 59 هنالك نيران الشيخ راشد بن احمد بن مكتوم بن جمعه ال مكتوم الله وثالثا هنالك براق براق على المركز الثالث وبرق على المركز الرابع ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك بن دلموك لنا عوده مع البدايه لنا عوده مع دبل ووتر دبل ووتر دبل ووتر ناصر بن حميد بن راشد بن دلموك يا سلام هنالك بهذه اللحظات محل المركز الاول الاثاره والانفراد والانفراد والتحدي والاثاره مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بهذه اللحظات مع بن دلموك مع ناصر بن حميد بن راشد بن دلموك مع دبل ووتر في المركز الثاني في المركز الاول بهذه اللحظات هنالك ناصر بن عبيد بن دلموك يا سلام المركز الثاني من ياتينا براق يا براق ويا ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك الاكتبي من يتابعين هذه الاسماء مع المحترفين بالفعل بالفعل محترفين براق براق دبل ووتر دبل ووتر براق يا براق يا براق ناصر بن حميد بن راشد بن دلموك الاكتبي يعلن هذه الاثاره يعلن هذه الاثاره لك التهاني مع المحترفين مع اشواط المحترفين ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك بن دلموك بن دلموك والسلامات مع المحترفين بالمركزين الاوليين مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام ناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك كان مع براق كان مع براق مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام هنالك ايضا في اللحظات الاخيره وايضا الامتار المجنونه كان براق حاضرا لهذا الانتصار ايضا والتهاني الى اهالي ند الشبا اهالي ند الشبا مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام ضمن اشواط المحترفين وهنالك ملخص هذا الشوط بالفعل براق ودقيقتين 41 ثانيه من مسافه 2 كيلو و500 متر 2 دقيقه 41 ثانيه 18 جزءا من الثانيه كان براق لناصر بن عبيد بن راشد
راشد بن دلموك الكتبي المركز الثاني دبل ووتر دبل ووتر وناصر بن عبيد بن راشد بن دلموك الكتبي أيضا دقيقتين 42 ثانية 22 جزءا من الثانية مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أيضا المركز الثالث من وصل بهذه اللحظات لحظات وصول ثالث المراكز مشاهدينا الاعزاء متابعي الكرام من يحمل الرقم 5 ايضا هنالك ناصر بن عبيد بن دلموك الكتبي كان هنالك برق مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بهذه اللحظات هكذا كانت هنالك النتيجه مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام المركز الرابع كان هنالك ايضا نيران للشيخ راشد بن احمد بن مكتوم بن جمعه المكتوم بالمركز الرابع بهذه اللحظات بينما خامس المراكز مشاهدينا الاعزاء ايضا ناصر بن عبيد بن دلموك الكتبي مع زعفران مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تهانينا والف مبروك هذا الفوز وهذا الانتصار ايضا بخامس الاشواط لنا عودة أيضا ومتابعة متميزة معكم بإذن الله تعالى مع شوطنا الأخير وشوط الختام.